يا حلوين يا مشاهدين يا احبائي، صار عنا مثل كانه قشرناها. معي حق ولا ما معي حق؟ معنا حق. شلنا على جنب كمان نفس الموضوع، شلنا عندنا يعني الجزر نفس الموضوع. طلعوا ها هيدي بصلي هيك، شلنا قصيناها بالنص. بدنا كمان البصله تكون شرائح. هيدا كمان الصوص من فوق، وبتلاحظوا انه السلطه بتبلش تلمع عنا بطريقه حلوه. وبنجي بنقول هيدي وصفتنا كمان لليوم. سلطه صارت جاهزه اليوم لحلقتنا، فنحطها هون معلقه تحت الشمس. بس كلنا عارفين انه نحن عم نعمل بكل حلقه 3 وصفات.